بار اكزومبل كيما هادوما هادو دي بيس تقدري لو كنت لبسيهم وتخرجيهم ما تحشمي ما تحشميش بهم باسكو هذه وثيقه اللي تثبت باللي انت جزائريه وتفتخري بها. جزائريه وحتى رانا نشوفوهم حتى في الخارج عبود راهم يعني محافظين على هذا نقدر نقول عليها على هذه الثقافه حتى من غير الالبسه التقليديه يعني راهم يلبسوهم حتى في لباسهم في لباس اليومي. معاصر. نعم في لباس معاصر باسكو كيما هذه نقدروا نكاسيوها مع كاع الالبسه وجور بارمي نقدر نقول كان نحطو 100 مره تبان المراه الجزائريه به باسكو هذه الوثيقه تاعنا ولا سيناتور تاع المراه الهويه الجزائريه. نعم اكزاكتومون. واكيد يعني لما نشوفوا كل هذا الجمال اكيد يعني جاء بعد هذا الجمال دراسه اجتهاد تكوين، فلو تحكينا عن تكوينك في ربما صناعه المجوهرات وهل تنوي انك ربما تقوم بدورات اخرى في صناعه المجوهرات؟ انا الرساله تاعي يعني حاب نجور نكون روحي في مختلف المجالات باش نكون جور انسان عصامي بالجور تحكم باللغه العربيه يعني حاب نكون انسان جور يكون ويتكون. اكزاكتومون اني حاب نطور من نفسي في هذه علاش لا نوصلوا حتى ان شاء الله المجوهرات جور من الذهب الحر وندخلوا فيها تكون اللمسه تاعنا العصريه باسكو ما في الكوتي تاع الذهب عندنا جور مختلف انواع المجوهرات فيه باسكو التراث الجزائري جور زخير بهاد العفايس لو كان نلتهاو برك بالتراث تاعنا الجزائري وبتاريخ الجزائر في هاد المجالات راح نتعلموا بزاف ونعلموا بها بزاف جور بلدان واحد اخرى. انا كونسيرنو هادي راني حاب ندير ان ستاج وحاب ندير دورات اللي نقعد نتعلم فيهم باش نخدم انايا الفضه 100% هنا في الجزائر. باسكو هادوك العفايس تاع الجوهر انا نخدمهم جور حنا نركبوهم كاع ديك لاتولي كاعيتيك مي كاين دي بياس باغ اكزومبل كيما هاد اللي راهي هاد لابارو ليف تاع الورد ليف الاحمر ولا هاد لي بارو واقفين هادو تاع لابورتاسيون مستورده.